وذات مرة تفقد سليمان الأدود فلم يجد فيها شيئا، فقال: ما جرى الأدود أن كان من ظهري؟ قد غاب عن بصري أو متغيب عنها فلم يصحبها، فتهدده بالذبح أو التعذيب إن لم يأت بحجة بينة لغيابه ومخالفة أمر قائده. على الأدود من غيبته، وقدم على قائده نبي الله الملك سليمان عليه السلام معتذرا عن غيابه حاملا الأماء الخطيرة، فقال: أحرمت ما ظننت حبه وجدتك من سبأ من نبأ اليقين. أخبره أنه كان في سبأ من بلاد اليمن إلى الجنوب، وأنه رأى أمرا عجيبا وغريبا، رأى مملكة عظيمة تحكمها ملكة أوتيت من كل شيء وأن لها عرشا عظيما، وأنه يعبدون الشمس من دون الله تعالى. حسن الشيطان في عيونهم عملهم، فاضلهم عن طريق الحق والهدايه، وهم لا يهتدون الى الله ولا الى توحيده. دهش سليمان مستنكرا لهذا الامر العجيب والنبأ الخطير، واراد ان يتحقق من صدق الهدوء، فاعطاه فيها وامره ان يرسل لملكه سبأ وينظر في جوابها ويترقب ردها. جمعت الملكة أشراف قومها واستشارتهم فيما وصلها من أمر الكتابة، وارتأت أن تنظر في الأمر بعين المشورة والتفكر والتدبر. لقد كان الهدهد خير سفير لرسالة الإسلام، عرف دوره وأخلص لقائده، ووهب نفسه لخدمة رسالة التوحيد والإخلاص، فخلد القرآن الكريم ذكره ورفع قدره وأثنى على صنيعه، فما أجمله من ثناء وما أروعه من تخليد.